خليني اكلمك بقى شويه في الزمالك. انت لابس ابيض اهو، انا لابس ابيض زملكاويه. الزمالك اليومين دول كلام الجماهير كلها طبعا مترقبه تجديد زيزو وتعاقد مع اشرف بن شرقي وعودته مره اخرى، رايك ايه؟ لا طبعا الاثنين لعيبه، يعني اكيد لعيبه كبيره، يعني زيزو طبعا من افضل اثنين ثلاث لعيبه موجودين في الدوري المصري، فطبعا تجديده مهم جدا لفريق الزمالك. كان في رايين، راي بيقول لك ما انا لسه هقول لك بقى، نجدد لزيزو ولا نبيعه برقم كبير نحل المشاكل الماليه. هل انت لما تجدد لزيزو هتقدر تحل المشاكل الماليه ولا مش تقدر؟ هي دي بقى، ما هي دي النقطه، ما انا ما اقدرش اجاوب على النقطه دي. اللي يقدر يجاوب عليها هو مجلس اداره الزمالك. الزمالك حدد قال لك لو اتباع برقم كبير 8 9 مليون دولار ماشي، بس طبعا الارقام لا، الارقام ما بتوصلش لكده، ارقام بعيده جدا يعني ما بتوصلش لكده. صعب قوي ان يدفع في لاعب مصري برضو من الدوري المصري لدوري تاني رقم 9 مليون دولار، ده كتير جدا. يعني محمد عبد المنعم لاعب الاهلي راح نيس الفرنسي ب 4 مليون و300 الف يورو، وده ممكن يكون رقم 4 مليون و300 الف يورو في بونص. في بونص بس لازم يتحقق، بس برضو يعني انا بقول لك ان ده رقم برضو كبير، كبير. رقم كبير. مش سهل ان يجي لك في لاعب في الدوري المصري. ايوه، فزي ما بقول لك هي ليها يعني جزئين، هل هتقدر انت لو ما جددتش لزيزو هتقدر تعوضه؟ ما اعتقدش، دي النقطة. النقطة التانية، لو جددت لزيزو هل عندك الإمكانية إن أنت تغطي كل الـ المشاكل اللي عندك المالية؟ يعني الموضوع برضو صعب، يعني الله يكون في عون طبعا مجلس إدارة الزمالك. أنت شايف إيه؟ إيه الأفضل للزمالك؟ لا، الأفضل بالنسبة لي أنا كواحد من الجمهور، لا، عايز زيزو، عايز زيزو موجود فيه. هما إمبارح كان في جلسة مع مجلس الإدارة، زيزو ووالده كانوا قاعدين مع إدارة الزمالك كابتن حسين لبيب رئيس النادي، واتفقوا على التجديد يعني. أتمنى. بس لسه ما اتكلموش في التفاصيل الماليه. اتمنى هيبقى في جلسه تانية. اتمنى اتمنى الموضوع ده، لان الموضوع ده هيبقى مهم جدا ومؤثر في الشارع الزملكاوي نفسه. أيوه. يعني جمهور الزمالك لما بتفرط انت في لعيب، ولعيب مهم جدا ومؤثر زي زيزو، يعني بيحس بالاحباط. يعني دايما انت الجمهور بيبقى جمهور الزمالك كمان تحديدا السوشيال ميديا وجماهير الزمالك، خلي بالك في القصه بتاعت زيزو دي عاملين حمله جامده ان زيزو ما يمشيش. بالظبط، فالجمهور مرتبط جدا باللعيبه بتاعته، خصوصا جمهور الزمالك يعني. وزيزو طبعا من اللعيبه المهمه جدا، وزي ما بقول لك مش تقدر تعوضه. ايوه، فأنا كواحد من الجمهور مع بقاء زيزو. طبعا. طيب اشرف بن شرقي برضو ناس بتتكلم، يقول لك ما اشرف بن شرقي نجم وكان في نادي الزمالك ومميز جدا وعمل مواسم كويسه قوي وخد بطولات وجاب اهداف كتير مع نادي الزمالك، ولكن اخر سنتين في الجزيره الاماراتي والريان القطري ما قدمش المستوى الجامد. هل بن شرقي لما يرجع هيبقى مستواه برضو زي قبل كده ولا يعني لا؟ ما يعني برضو دي صعبة. يعني صعبة ان احنا نقرر الموضوع ده دلوقتي، لانه زي ما انت بتقول احنا اخر لقطة شايفينها لبن شرقي في الدوري المصري كان كويس جدا، بس برضو بقالك موسمين يعني بعيد، يعني مش في نفس المستوى بتاعك اللي احنا عارفينه عنه. فهل مع الجمهور المباريات والجمهور وانه يرجع تاني للاضواء تاني، الناس بتتكلم عنك، الناس بتحبك، وهو كمان عارف الاجواء، يعني مش هياخد وقت عبال ما يتاقلم او كده، لا خلاص هو هيدخل على طول مع الفرقه لانه معظم اللعيبه هو متواجد معاها. فما اعتقدش ان بن شرقي هياخد وقت كتير عبال ما يتاقلم او ينسجم تاني في الدوري المصري. فيعني انا قالوا خلاص ان هو اتفقوا معاه وخلال ساعات هيكون موجود في مصر. اتمنى طبعا الموضوع، لانه برضو من اللعيبه المهمين، لعيب مختلف يعني، كواليتي مختلف. عنده حاجة مش موجودة عند لعيبة كتير في الدوري المصري، وانت محتاجه كنادي الزمالك، لان اللعيبة دي دايما بتحللك مواقف بتبقى صعبة جدا في الملعب. أيوه. اللعيب اللي عنده الجرأة واللي عنده المهارة دي انه ياخد الكرة، انا بحب اللعيب ده اللي بياخد الكرة ويروح للمدافع. أيوه. اشرف بن شرقي من النوعية دي، بياخد الكرة ويروح للمدافع ايا كان بقى ان انا عديت ما عديتش، بس هي القرار والجرأة دي، وبيعرف يجيب جون كمان. بالزبط. يعني بيعمل اسيست ويعرف يجيب جون. بالزبط.